السلام عليكم ومرحبا بكم في درس متوازيان وقاطع. أتمنى لكم حسن المتابعة ونبدأ على بركة الله. إذا نبدأ بالزاويتان المتقابلتان بالرأس. زاويتان المتقابلتان بالرأس. لدينا المستقيمين دي واحد و دي اثنان يتقاطعان في النقطة E والنقطة A من المستقيم دي اثنان والنقطة B من المستقيم دي واحد. سؤال: حدد مماثلة الزاوية A E B. إذن كما رأينا في درس التماثل المركزي، لكي نحدد مماثلة الزاوية A E B بالنسبة للنقطة E، يجب أن نحدد مماثلة كل من النقط A و E و B بالنسبة للنقطة E. إذن نبدأ بالنقطة D، فهي مماثلة النقطة A بالنسبة ل E. أعيد: النقطة D فهي مماثلة النقطة A بالنسبة للنقطة E، والنقطة C فهي مماثلة النقطة B بالنسبة للنقطة E. إذن مماثلة الزاوية AEB هي الزاوية DEC. إذن كما تلاحظون، مماثلة الزاوية AEB هي الزاوية DEC. الزاويتان AEB و DEC تسميان زاويتين متقابلتين بالرأس. إذن الزاويتان AEB و DEC تسميان زاويتين متقابلتين بالرأس. قارن بين الزاويتان AEB و DEC. إذن نجد أن الزاوية AEB تساوي الزاوية DEC. إذا قارنا باستعمال المنقلة، نجد أن الزاوية AEB تساوي DEC. إذن خاصية واحد: زاويتان متقابلتان بالرأس تكونان متقايستان. زاويتان متقابلتان بالرأس تكونان متقايستان. مثال: لدينا الزاوية AEB ومماثلتها DEC، إذن فهما زاويتان متقابلتان بالرأس ولهما نفس القياس. تمرين تطبيقي: لاحظ الشكل الآتي ثم أجب. لدينا الشكل كما تلاحظون، بحيث ABC مثلث متساوي الساقين رأسه A، والزاوية BAC تساوي 40 درجة. احسب معلنا جوابك. كل من الزوايا EAF و ABC و ACB و BOE و FAC يجب استعمال خاصية زاويتين متقابلتين بالرأس. الآن نمر إلى الزوايا المكونة من متوازيين وقاطع. نشاط: لدينا مستقيمين دي واحد و دي اثنان ومستقيم دلتا يقطعهما. يقطع المستقيم دي واحد في النقطة A ويقطع المستقيم دي اثنان في النقطة B. ثم لدينا النقطة N هي منتصف القطعة AB كما تلاحظون. ثم ننشئ نقطة M من المستقيم دي واحد، وننشئ النقطة M فتحة، بحيث M فتحة هي مماثلة النقطة M بالنسبة للنقطة N. إذن السؤال: حدد مماثلة الزاوية BAM بالنسبة للنقطة N. حدد مماثلة الزاوية BAM بالنسبة للنقطة N. إذن مماثلة الزاوية BAM بالنسبة للنقطة N هي الزاوية ABM فتحة.
هي الزاوية A B M فتحة. الزاويتان A B M فتحة و B A M تسميان زاويتان متبادلتين داخليا. أعيد، الزاويتان B A M و A B M فتحة كما تلاحظون في الشكل تسميان زاويتان متبادلتين داخليا. قارن بين الزاويتان B A M و A B M فتحة. إذن باستعمال منقلة سوف نجد أن الزاوية A B M فتحة تساوي الزاوية B A M. خاصية اثنان، إذا كان مستقيمان متوازيين فإنهما يحددان مع كل قاطع لهما زاويتان متبادلتان داخليا ومتقايستان. أعيد، إذا كان مستقيمان متوازيين فإنهما يحددان مع كل قاطع لهما زاويتان متبادلتان داخليا ومتقايستان. إذن المستقيمين دي واحد و دي اثنان فهما متوازيين، والمستقيم دلتا يقطعهما، إذن فإنهما يحددان زاويتان متبادلتان داخليا ومتقايستان. خاصية ثلاثة، إذا كان مستقيمان مع قاطع لهما وزاويتان متبادلتين داخليا ومتقايستان فإنهما يكونان متوازيين. إذن خاصية ثلاثة فهي عكس للخاصية اثنان، إذا كان مستقيمان مع قاطع لهما وزاويتين متبادلتين داخليا ومتقايستين فإن المستقيمان يكونان متوازيين. إذن A المستقيم D واحد يوازي المستقيم D اثنان. تمرين تطبيقي، لاحظ الشكل الآتي ثم أجب. إذن كما تلاحظون الشكل لدينا الزاوية BAF تساوي 80 درجة، والزاوية ACB تساوي 30 درجة، والزاوية BAC تساوي 70 درجة. إذن السؤال الأول، احسب معللا جوابك كل من الزاوية CAE والزاوية ABC. السؤال اثنان، استنتج أن المستقيمين BC و DE متوازيين. استنتج أن المستقيم BC يوازي المستقيم DE. الآن نمر إلى الزاويتان المتناظرتان. لدينا مستقيم D1 والمستقيم D2 متوازيان. ننشئ دلتا مستقيم يقطعهما. يقطع المستقيم D1 في النقطة A، ويقطع D2 في النقطة B. ثم ننشئ نقطتين M و N من المستقيم D1. سؤال، قارن بين الزاويتين NAB و MAF. قارن بين الزاويتين NAB و MAF. إذن كما تلاحظون فإن الزاويتين NAB و MAF فهما زاويتين متقابلتين بالرأس، إذن فهما لهما نفس القياس. إذن الزاوية NAB تساوي الزاوية MAF. سؤال اثنان، قارن بين الزاويتان NAB و CBA. وكما تلاحظون فإن الزاويتان NAB و CBA هما زاويتان متبادلتان داخليا، إذن لهما نفس القياس حسب الخاصية ثلاثة أو خاصية اثنان. إذن قارن، سؤال ثلاثة، قارن بين الزاويتين CBA و MAF و MAF. قارن الزاويتين CBA و MAF. إذن حسب السؤال واحد واثنان نستنتج أن الزاويتين CBA
و M A F لهما نفس القياس. إذن خاصية أربعة تقول إذا كان مستقيمان متوازيان دي واحد و دي اثنان فإنهما يحددان مع كل قاطع لهما دلتا زاويتان متناظرتان متقايستان كما تلاحظون. خاصية خمسة إذا حدد مستقيمان مع قاطع لهما زاويتان متناظرتين متقايستين فإنهما يكونان متوازيان كما تلاحظون. إذا حدد مستقيمان مع قاطع لهما زاويتان متناظرتان ومتقايستان فإنهما يكونان متوازيان. إذن المستقيم بالدي واحد يوازي المستقيم دي اثنان. إذن خاصية خمسة فهي عكس خاصية أربعة.